وفي نيويورك أيضا التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وناقش الجانبان علاقات التعاون وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين.